قال سعادة السيد محمد بن إبراهيم المطوع وزير شؤون مجلس الوزراء إن الملتقى الحكومي 2018 الذي يعقد يوم الأحد المقبل برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء ومبادرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهم الله هو تأكيد على استمرارية تطوير العمل الحكومي ومواصلة الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة المنشودة في إطار رؤية البحرين الاقتصادية 2030 ومبادئها القائمة على الاستدامة والتنافسية والعدالة. وأشار الوزير المطوع إلى أن الملتقى قد شكل منذ انطلاقته في العام 2016 نقلة نوعية في عمل الحكومة وآلياتها من خلال تحديد الأهداف والأدوات والأولويات وتقييم الأداء بما يصب في مصلحة الوطن والمواطنين وبما يتسق مع المسيرة التنموية الشاملة لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، لافتا إلى أن ورش عمل وضع الآليات وتحديد الأولويات التي تشكل التطلعات المستقبلية التي وجه إليها صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في الملتقى الحكومي 2017 والتي نتج عنها اعتماد 29 سياسة و106 مبادرات ستكون حاضرة في الملتقى للعمل على ترجمتها إلى خطط وبرامج تطويرية لمختلف القطاعات. وأضاف الوزير المطوع أن الملتقى في نسخته الثالثة سيركز على عدد من المحاور التي تتناول تحويل التحديات إلى فرص تحقيقاً للتطلعات بما يخدم المرحلة المقبلة واستمرار تطوير الخدمات الحكومية. ونوه الوزير إلى أنه سيتم خلال الملتقى تكريم جهات ومؤسسات للقطاع العام الفائزة بالجوائز الحكومية التالية: جائزة جودة التعليم، جائزة التميز في التواصل مع العملاء، وجائزة أفضل الممارسات الحكومية، مضيفا أن الملتقى أصبح فرصة هامة لمختلف الجهات الحكومية نحو التحفيز وتحسين جودة العمل وتطويره بما يلبي التطلعات المنشودة.